احنا كنا اتفقنا ان احنا اخر جزء من المنهج بتاعنا بيتكلم عن موضوع مهم اللي هو السامبلينج والاستيميشن، تمام؟ راجع بس بسرعة كده ايه اللي حصل في الجزء ده. كان في السامبلينج قلنا بناخد سامبل، والسامبل دي ممكن يبقى فيها اكتر من ايه، من داتا لتكون عددها ان. فقلنا السامبل سايز بتاعي اللي هو ان سمول، حلو. قلنا ممكن للسامبل دي احسب شوية حاجات زي ايه، المتوسط بتاع السامبل اللي هو مجموع الاوبزرفيشنز اللي عندي او الداتا اللي عندي على عددهم اللي هو الان. واخدنا برضو ان احنا ممكن نحسب الستاندرد ديفيجن عن طريق اني بحسب الفاريانس اللي هو اسمه ايه للسامبل، اسمه اس تربيع. ازاي؟ بمسك كل قيمة أطرح منها المتوسط اللي حسبناه ونربع القيم دي، تمام؟ والتربيعات اللي هنحصل عليها بجمعها على إن ناقص واحد. طبعاً لو عوزنا الستاندرد ديفيجن هو بجيب جذر الإيه؟ الفارينس أو الإس. طيب، كنا قلنا إن للبوبوليشن محجوز رموز معينة زي إيه؟ زي إن عندي المتوسط بتاع البوبيوليشن بنسميه مين أو ميو، والفارينس بتاعه أو الستاندرد ديفيجن بتاعه اللي هو الرمز اللي تعودنا عليه اللي هو السيجما بتاع البوبيوليشن أو المجتمع الكبير. فاحنا اتفقنا إن ممكن أعمل حاجة اسمها السامبلينج ديستريبيوشن لمين، للمين بتاع السامبل اللي هو الاكس بار، بحيث اوصل لمعلومه عن الميو بتاع البوبوليشن، تمام. وخدنا مثال في اخر محاضره خدناها، تمام. لو خدنا السامبل بتاعتنا فيها اتنين وعملنا الجداول بتاعتنا وكملنا، طيب قال لك بقى ايه الجزء بتاع الاستيميشن. ببساطة خالص الجزء بتاع الاستيميشن قال لك انت بتبقى عايز تستدل على معلومة عن البوبوليشن ليكن الميو. يعني مثلا يسألني يقول لي ايه متوسط المسافة من طنطا لاسكندرية كام، تمام. طب انا ايه، في واحد هيروح يقول على طول متوسط المسافة مثلا 1000 كيلو مثلا، في ناس هتقول ايه ده من كذا لكذا. فيبقى عندي هنا في نوعين من الاستيميشن، قلنا بوينت استيميشن فيها هقول ايه ان المتوسط، كأني هاخد سامبل فهقول ان المتوسط بتاعي بتاع البوبوليشن هو الاكس بار بتاع السامبل او المتوسط بتاع السامبل. طبعا ده في ايرور، عشان كده قلنا يا ريت الفتح المايك يقفل، عشان كده قلنا الافضل احسب حاجه اسمها الانترفال استيميشن او الكونفيدنس انترفال. دي اللي هيسالني عليها في الامتحان، بيقولها مباشره عايز الكونفيدنس انترفال في حساب المين الميو. قال لك يبقى الميو بتاعتك لو انا عايز اجيب الفتره بتاعتها يبقى المتوسط بتاع السامبل ده هنطرح او نجمع عليه قيمه، القيمة دي هي مقدار الايرور. طيب القيمة دي اجيبها ازاي اللي هتتجمع او تطرح؟ قال لك حاجتين، خدوا بالكم لان الموضوع ده مهم جدا لازم مسألة في الامتحان. قال لك يبقى انت لو عايز تجيب الكونفيدنس انترفال او فترة الثقة، فترة الثقة اللي هو ايه، انا واثق بنسبة كام ان الميو بتاعتي في الفترة دي، يبقى هيديك جيفن الليفل بتاع الثقة، مستوى الثقة اللي انت هتشتغل عليه اللي هو الفا جيفن، ده بنسميه السيجنيفيكانس ليفل. ده بيحدد الايرور،
كل ما يزيد الايرور يزيد، لا انما انا عايز الثقه هي اللي تزيد. يقول لك المفروض نسبه الثقه بنسميها 1 ناقص الفا المكمل، يبقى دي الكونفيدنس ليفل. يبقى في المساله هتدور على ايه، انت واثق بنسبه ك، ما لقيتهاش يبقى بيديك السيجنيفيكانس ليفل اللي هو الالفا، بجيب المكمله بتاعته. يعني لو قال لي الكونفيدنس ليفل بتاعي 95% يبقى مديك على طول 1 ناقص الف، لكن لو قال لي الكونفيدنس ليفل 5% يبقى الكونفيدنس ليفل بتاعتي 1 ناقص ال 5% يعني 95%. يبقى السيجنيفيكانس ليفل هو المكمله بتاعه الكونفيدنس ليفل. طبعا كل ما الثقه تزيد يعني الواحد ناقص الفا ده يزيد، كل اما يكون الفتره اللي انت جايبها افضل، الاكيوريسي اعلى او الدقه اكتر في حساب الايه الفتره اللي انت بتجيب. المهم يبقى الايرور ده يعتمد على الكونفيدنس ليفل بتاع او السيجنيفيكانس ليفل الفا، ما هو الاثنين مكملين لبعض. قال لك اه هتلاقي فيها هنا مقدار في زد الفا على الاثنين، يبقى المقدار اللي في المربع ده في ثلاث اجزاء كده هنحطهم بطريقة ما هنكتبها دلوقتي، هيديك اللي هو اللي في المربع او الايرور اللي هنطرحه او نجمعه يدي من الاكس بار يديني اس الفتره بتاعته. طيب قال لك ايه، هتروح في عندك ثلاث قوانين لحساب الايرور، هتختار اي منهم ازاي؟ قال لك بص تصحصح، لو مديك عن البوبيوليشن معلومه مديك السيجما بتاعه البوبيوليشن، خد بالك يبقى البوبيوليشن مديك عنه معلومه اللي هي مين السيجما بتاعته او الستاندرد ديفيجن بتاع البوبيوليشن بتاع الكبير الكل. قال لك يبقى الايرور ده زد الفا على الاثنين اللي هنجيبها عن طريق السيجنيفيكانس ليفل اللي هيدهولي في المساله او الكونفيدنس ليفل اللي هو 1 ناقص الفا ايا منهم، تمام، في سيجما على جذر ان. لكن لو سيجما انون ركز معي، يبقى انت المفروض حاجة من اتنين، طالما ما فيش معلومة عن البوبوليشن هتضطر تروح تبص للايه للسامبل بقى، تشوف السايز بتاع السامبل بتاعي. لو الان بتاعتي اكبر من 30 يبقى انت القانون بتاعك ده هو نفسه هنا، بس هنبدل السيجما عشان مش معروفة بايه بالاس بتاع السامبل، وهنقول زد الفا على 2 دي تتحسب ازاي دلوقتي. طيب لو ان اقل من 30 معناها حجم العينه صغير، يبقى انت هتروح لتوزيع تاني خالص اسمه تي، برضو اس على جذر ان. التي برضو معتمد على ايه؟ معتمد على الالفا على الاثنين، وحاجه اسمها جاما او ان ناقص 1، ده بنسميه درجة الحرية في التوزيع ده اللي اسمه تي. هو التوزيع ده له ايه؟ له جداول زي الزد بالظبط، مش هنتكلم عنه قوي. يبقى عشان اجيب قيمة اسمها تي من الجدول يبقى معاك الالفا هيبقى مديها لك في المسألة زي ما اتفقنا، ولازم تحسب ان ناقص ايه؟ ناقص 1. طيب ناخد مثال على كل حالة عشان الحالات الثلاثة مهمين جدا. يبقى احنا عندنا كام حالة لحساب الايرور؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. مسألة مهمة وبتبقى ايه مضمونة في الامتحان، فيعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي عايز اهو، ده مثال واحد في الجزء بتاع الاستيميشن، عايز ديترماين ال 95% كونفيدنس انترفال. يبقى انت واثق بنسبه كام؟ 95%. قبل ما اكمل ثابت المسألة، يبقى هنا مديك كونفيدنس ليفل اللي هو عبارة عن 1 ناقص الفا، مدوني بكام؟ 95%.
يبقى الألفا لو حبيت تجيبه هو المكملة 5%. طيب تعالوا نكمل لحساب مين الكونفيدنس انترفال اهو اوف ذا مين اوف بوبوليشن او الميو. تمام تمام بيقول لي ويز فاريانس 5. خد بالك ان دايما المسألة في تسلسل، يعني ايه؟ هو اتكلم على البوبيوليشن، يبقى هو بيقول لي بعدها ايه؟ with variance 5. ايه ده؟ يبقى الفاريانس اللي مدهوني ده بتاع مين؟ بتاع البوبيوليشن. ما هو الكلام مكمل على كلمة البوبيوليشن، يبقى with variance 5 اللي هو البوبيوليشن بتاعي. الفاريانس بتاع البوبيوليشن قلنا بنديله رمز ايه؟ ها سيجما تربيع بخمس. يبقى لو حبيت تحسب السيجما اللي هي نون هنا بقى معروفة اهي، يبقى احنا اكيد هنروح لأول قانون، بما ان السيجما نون اي اللي بكام هتبقى بجذر الفاريانس. طيب تعالوا نكمل using sample. لازم يجيب سيرة السامبل اللي هنحسب بيها الكونفيدنس انترفال. امال ايه؟ using sample of size 100 and mean 5 برضو. أول ما يجيب سيرة السامبل يبقى كل اللي جاي خاص بيها. هو بيقول السامبل سايز بمية، يبقى عدد الأوبزرفيشنز اللي كانت فيها أدي 100 اللي هي إن سمول، لازم تاخد بالك من الرموز. والمتوسط بتاع السامبل كنا بنديه رمز إكس بار، بكام هو قايل؟ بخمس. بمعلوماتك اللي موجودة دي احنا عايزين نحسب الميو الانترفال بتاعتها. هي عبارة عن متوسط السامبل بس بطرح او اجمع منه ايرور. قلنا الايرور يعتمد على هل مديك السيجما بتاعت البوبيوليشن؟ يبقى انت في الحالة رقم، هما كام حالة؟ هما 3. يبقى انت في الحالة الاولى اللي كان هنا الايرور بتاعي زد الفا على الاثنين سيجما على جذر ان. أول حاجة هو مديك الإكس بار أو المتوسط بتاع السامبل قايل لي بخمس، مديك السيجما بتاعتك جذر 5، إن قلنا مديني الفاريانس خدت جذر، مديني الإن اللي هي بمية طبعاً هننزلها تحت الجذر، كله معروف أهو. فاضل حاجة في الإيرور اللي هي مين زد ألفا على الاتنين، يعني زد هي الألفا بكام؟ 5% على 2 يبقى 25 من 1000. طيب أحسب الزد دي إزاي؟ ببساطة خالص عشان الناس ما تتلخبطش. ليه قسمنا ألفا على 2؟ ده كأننا بناخد زد طبعا، يبقى أنت التوزيع النورمال اللي هو متماثل حوالين الزيرو. وبالمناسبة انت المفروض الألفا دي عدم الثقة صح؟ قسمناها على الاتنين ليه؟ عدم الثقة اللي هو اهو ادي يمين وادي شمال. يبقى الفترة المظللة دي فترة مش مرغوب فيها بالمناسبة، او المكان المظلل ده مش مرغوب فيه، ده عدم الثقة. تمام؟ طيب هو قايل لي الحتة دي بكام؟ ألفا على الاتنين، يعني طلعت بخمسة وعشرين من ألف. ليه ألفا على الاتنين؟ قلنا هو ألفا قسمناها يمين وشمال، في ديل في اليمين وفي ديل في الشمال، عشان كده مش ألفا على طول. طيب إحنا عايزين ده اللي هي زد ألفا على الاتنين، هي زد خمسة وعشرين من ألف. أجيبها إزاي؟ قلنا ده عكس الكشف في الجدول لو الناس تفتكر. الطرف 25 من 1000، احنا دايما كنا بننسب المساحة عشان ادخل الجدول للزيرو، يبقى انا هجيب المساحة ده اهي عشان ادخل الجدول. هي الجزء ده كله بكام اللي في اليمين من زيرو لغاية المالا نهاية؟ ده بنص، يبقى نص ناقص 25 من 1000. انا لما اقول لك زد
ألف على الاتنين معناها إن بعمل إيه؟ بيبقى الديل هو اللي بألف على الاتنين، يبقى أنا لازم أطرحه من النص عشان أجيب المساحة اللي أدخل بيها بالجدول. طيب ما هو نص ناقص 25 من ألف هيديني 0.475. ادخل للجدول اللي هو اللي انت ادخل للجدول بالقيمة دي اللي هي كام؟ 0.475. ادور عليها فين؟ في الابيض جوه. يعني انتوا لو شايفين الجدول قدامك اهو، انا عايز القيمه اللي بتتكون بالاصفر عن طريق الصف والعمود، فانا هدخل جوه ادور على المساحه اللي هي ايه؟ 0.475. 0.475 هتلاقيها في الصف اللي هو بتاع 1.9، الصف بتاع 1.9 عند انه عمود عند 6 من 100. يبقى الرقم بتاعي 1.96. 1.96 يبقى المساحة ايه؟ 0.475. يبقى الزد بتاعتك اللي بتدور عليها اللي هي الفا على الاتنين طلعت كام؟ 1.96. خد الجميل ده وارجع حطه فين؟ هنا. طبعا بعد ما تجمع وتطرح الايرور هتلاقي الميو بتاعتك. اما نطرح الايرور من الاكس بار اللي كانت بخمسة يديني 4.41، لما نجمعه يديني على الخمسة يبقى 5.588. طيب ناخد مسألة تانية. الفكرة كلها ان ابقى حافظ القانون واطلع كل جزء موجود في القانون، موضوع سهل جدا. اكزامبل كمان. بيقول لي ايه؟ عايز ال برضه بيقول لي هنفترض ان البوبيوليشن مين؟ ميو. عايزين نحسب we need to determine أكيد إيه دلوقتي في الجزء بتاعنا الـ confidence interval، فهيديني إيه؟ confidence level، مدوني 95% زي المسألة اللي فاتت، مش فارقة كتير. تلاقي دايماً 96%، 97%، كله في الرينج ده. في الميو دي بتاعت البوبيوليشن. يبقى على طول وانا مغمض الميو بتاعتي بين مره الاكس بار بتاع السامبل اطرح او اجمع من عليه ايرور، تمام، والايرور ده هيتحدد على حسب باقي المعطيات الموجوده في المساله. بيقول لي اف تيك سامبل، لو هناخد سامبل فيها الناس دي، ممكن تكون أوزان ماتيريال إحنا بنستخدمها، نسب درجات طلاب، أيا كان، يعني المهم إن السامبل فيها إيه؟ الداتا، مش زي ما إحنا متعودين كل مرة. فأنت أكيد هتستخدم الداتا دي لحساب الحاجات اللي هتحطها جوه القانون بتاع الانترفال اللي أنت عايز تحسبه. طيب قالك إيه؟ مديك السامبل. لو احنا حبينا دلوقتي نتكلم عن اللي هو السامبل او القانون بتاعنا، هل مديك السيجما بتاعه البوبوليشن او الستاندرد ديفيجن؟ لا، يبقى السيجما انون، يبقى انت هتروح للحاله 2 او 3. طيب هروح لاتنين ولا تلاتة على حسب ايه؟ قلنا السامبل سايز، الان بتاعتي او عدد الاوبزرفيشن الموجود في المسألة. هو مش بديه دايركت، انت هتروح تعده، هتلاقي ادي 1 2 3 4 5 6.
ده أقل من 30. يبقى ده القانون اللي فيه إيه؟ بما إن السيجما النون إحنا قلنا هنبدل الإس على جذر إيه؟ بس السامبل سايز هيتحكم في إيه؟ يا هتكتب هنا تي يا هتكتب زد. هنا بما إن الإن أقل من 30 يبقى هنا تي. ألفا على 2 وإن ناقص 1. يبقى إحنا لما هندخل الجدول بتاع التي هندخل بقيمتين، مش زي ما بندخل الزد. إحنا بندخل الجدول بتاع الزد بقيمة واحدة. وهنشوف دلوقتي إيه نطلع القيمة دي من الجدول بتاع التي إزاي. طيب إحنا كتبنا القانون بمناسبة توزيع التي ده، توزيع بنسميه توزيع طالب أو التي ديستريبيوشن. اللي عمله عمله ليه؟ قال إن النورمال ديستريبيوشن أو الزد هيفشل في إن يبقى توزيع تمام للسامبلز اللي حجمها صغير. فابتدى بقى يدور، ولأنه ممكن يقرب لشكل توزيع التي بالظبط اللي هو شكل الجرس، بس ده لو كان البوبوليشن هو كمان متوزع توزيع نورمال. المهم يعني بغض النظر عن الكلام ده كله، إحنا قلنا القانون بتاعنا بستخدمه ده إمتى؟ لو الان اقل من 30 والسيجما انو. بص بقى على كل حاجه موجوده جوه الايه، جوه القانون بتاعنا. هتلاقي اصلا الاكس بار مش موجوده ولا الاس ولا الكلام ده. فانت هتاخد السامبل بتاعك. عايز ايه بتعمل مين اللي فتح المايك يا اسلام؟ وإسلام مش معانا أصلا. آسف يا دكتور، فتح غلط. ما يهمكش، انتبه للمحاضرة بس. كتبنا القانون بتاعنا هو، هنبتدي نجيب كل حاجة فيه. مديني العينة بتاعتي، هتروح تحسب المتوسط اللي هو هنعمل ايه. القانون بتاعنا الاساسي هنجمع ونقسم على العدد. هنجمع من اول بوينت 75 لغاية اخر قيمة بوينت 72 على عددهم بست، وتكتك على الآلة الحاسبة تطلع الاكس بار. هنجيب مين؟ عايزين نجيب الاس. خلاص روح هات الاول الاس سكوير. اللي هو بعمل ايه؟ بجيب كل قيمة اكس واطرح منها الاكس بار، وربع بعد التربيعات دي ياخدها اجمعها على ان ناقص واحد. يعني اعمل ايه؟ واحدة واحدة. اول قيمة عندي بوينت 75، هطرح منها قيمة الايه، الاكس بار اللي حسبناه، وتربع. هتكرر نفس العملية دي لغاية اخر قيمة اللي هي بوينت 72، تطرح منها البوينت 738 وتربع. تمام، كل ده يتقسم على ايه؟ التجميعات بتاعت التربيعات دي على ان ناقص واحد اللي هي بخمسة. تكتك على الآلة الحاسبة يطلع لك الاس تربيع. يبقى الاس بتاعتك لو محتاجها يبقى الجذر بتاع الفاريانس اللي انت جبته اهو، يطلع لك بالمنظر. طيب تلاقي بقى ايه؟ اكس بار عندك اتعرفت، وعندك الاس بتاعك تمام موجودة، والسامبل سايز بتاعك موجود بستة. فاضل قيمة التي. احنا قلنا ايه اللي فاضله في القانون؟ تي الفا على الاتنين وان ناقص واحد. هتلاقي في الورق مسمي ان ناقص واحد، دي جاما مش دي الفكره خالص. طيب الفا على الاتنين قلنا الالفا او واحد ناقص الفا مديك الكونفيدنس ليفل بتاعك بخمسة وتسعين من مية. يبقى اوتوماتيك الالفا بتاعك المكمله خمسة من مية. يبقى لو انت احتاجت الفا على الاتنين يبقى 0.025.
لازم أجيب طبعاً 95%، ممكن أجيب أي قيمة تانية، المهم نفس الاسطمبة بتاعت الحل. يبقى ده التي بتاعك ده هيبقى تحته، هندور على مين؟ ألفا على 2، وإن ناقص 1، حيث الإن زي ما اتفقنا بكام؟ سامبل سايز بستة، يبقى دي 5. نحسب ده إزاي؟ بمناسبة توزيع التي برضه عشان ما بقاش داخل حافظ مش فاهم، قلنا التوزيع ده زي توزيع الزد، نفس الشكل تقريبا، بس هتلاقي هو مش احنا قلنا ألفا على 2 هي طلعت كده، منطقة مش مرغوب ايه فيها زي ما اتفقنا، دي التي اللي بيسألني عليه. لازم يبقى تحتها ان ناقص ايه؟ ناقص 1 زي ما اتفقنا. ندخل الجدول بايه؟ جدول التي ما بيدخلش بان احنا نطرح نص ناقص زي الزد، امال بدخل ايه؟ بدخل الجدول المباشر باللي ايه؟ باللي تحت التي على طول. بصوا شكل التي سهل خالص. ببساطة خالص بصوا هنختار انه جدول، الجدول اللي فيه الديل. بصوا بندخل ازاي، بصوا فوق خالص هتلاقوا الرسمة عندك تي وفي حاجة وحاجة، يبقى اكيد وانت بتدخل الجدول اول حاجة دي ده اللي هو الاعمدة بتاعتك. احنا عندنا هنا طالبين ايه؟ تي اوف بوينت 0.25 اهو، خلينا مركزين، يبقى اول حاجة تي، يبقى ده العمود لكن ده الصف، تقاطع بقى الصف مع العمود يديني رقم، هو ده اللي بدور عليه. العمود بتاعي ايه؟ 0.025، بدخل مباشر بالرقم اللي تحت، محدش يقول لي نص ناقص زي الزد، يبقى 0.25 العمود بتاعها اهو. اقف عند الصف فين؟ اللي هو ان ناقص 1 اللي هو 5، يبقى تقاطع العمود 0.025 والرقم الثاني اللي هو 5 هيديني ايه؟ بصوا كويس 2.57058 تقاطع العمود اللي فيه 0.025 مع الصف اللي فيه 5، تمام؟ اللي هو الرقمين اللي عندي تحت الديل بتاع التي، يديني التي اللي بتدور عليها اهو، ده العمود اللي دخلناه وتقاطع الصف اللي فيه الرقم 5، يديني 0.025758. جبت الجميل ده، بروح اعوض بيه جوه القانون بتاع الانترفال اللي كل حاجه فيه اتعرفت، يديني الانترفال بتاعتي بتاعه الميو، هتلاقي بتطرح مره من بوينت زيرو سوري بتطرح مره من الاكس بار اللي جبناه اللي هي بوينت 738 دي ايرور، فيديك بوينت 72 وتجمع يديني 0.74. تمام، يبقى الناس تاخد بالها من ايه؟ من القانون. انه قانون انت شغال فيه عشان تحسب الكونفيدنس انترفال؟ طيب موضوع الهايبوثيسيس كبير، يعني حتى لو شفتوا الورق بتاع السنه اللي فاتت هتلاقوا الموضوع كبير جدا. انا بقى هاخد ربع. العنوان الثاني برضو حاجة خاصة بالسامبل، لو جبناها بنعمل حاجة اسمها الهايبوثيسيس تيست أو تيست أوف هايبوثيسيس. اختبارات الفروض، أجيبها لكم ببساطة خالص. يقول لي إيه مثلاً؟ شركة أدوية عملت دواء جديد،
فعايزة تختبر هل الدواء الجديد اللي عملته ده هيدي نتيجة أعلى ولا هيدي نتيجة أقل ولا هيدي نتيجة أخرى وخلاص، يعني متوسط الناس اللي هتخف مثلا هل أكبر من متوسط الناس اللي كانت بتخف على الدواء القديم ولا أقل من الناس اللي كانت بتخف على الدواء القديم، ولا عايزة تختبر إن مفيش تساوي خلاص، متوسط هنا غير متوسط هنا. يبقى هنعمل حاجة اسمها في أول حاجة في الهايبوسيس تيست، هنعمل حاجة اسمها، خلينا كده بالترتيب، هما ثلاث خطوات. هنعمل حاجة اسمها هايبوسيسس على حسب المسألة بتاعتك. هما كم فرض؟ قالك هنختبر فرض مقابل فرض تاني. فرض معاك بنسميه الفرض النل، فاحنا دلوقتي المفروض هنحط في اول المساله فرضين وامشي بالمساله بحيث اوصل ان فرض منهم هو اللي صح والتاني غلط. الفرض الاولاني بنسميه الفرض العدم، هايبوسيس النل هايبوسيس، ده عباره عن ايه؟ هنسميه مثلا ليكن اتش نوت. يبقى الفرض الاولاني او الفرض العدم، يبقى احنا هنحط فرضين. الفرض البديهي ان مثلا لو احنا هنركز على الميو بتاع البوبوليشن، الميم بتاع البوبوليشن، يبقى انا هقول له كده ان المتوسط يساوي المتوسط الجديد. لكن الفرض، في فرض تاني، يبقى احنا في عندنا كم فرض؟ فرضين. في فرض تاني اللي هو الفرض البديل الالترناتيف هايبوسيس، هو في فرضين والمفروض امشي بالمساله بحيث اوصل ان في واحد منهم هو اللي صح والتاني ايه الغلط. فاحنا اول فرض اللي هو الفرض العادي، ان احنا نقول ده يساوي ده، القديم يساوي الجديد. وفي الفرض التاني البديل، ده الفرض العدم والتاني الفرض البديل، قال لك هنسميه اتش واحد. الفرض البديل ده معتمد على المسألة، على حسب كلام المسألة. قلنا ممكن ايه يبقى فيه أكبر أو في أصغر أو عايز يختبر إن مفيش تساوي خلاص. بمناسبة اللي في الأول دول، لو أكبر أو أصغر بنسمي الفروض الألترناتيف دي أو الفروض البديلة دي، سواء كان أكبر أو أصغر، بنسميه one tail. One tail test. هنقول ليه دلوقتي وان تيل تيست؟ يبقى فيه ديل واحد، يا يمين يا شمال، على حسب انت اكبر ولا اصغر. لكن لا يساوي ممكن يبقى اكبر او اصغر، صح؟ يبقى ده بنسميه تو تيل تيست الحاله دي. يبقى تاني، يبقى احنا دلوقتي عندنا في الهايبوسيس اول حاجه بنعمل ايه؟ بنحط الفروض بتاعتنا، فرض عدم ميو تساوي ميو نوت، وفرض بديل. فرض البديل بختاره على حسب المسألة، ممكن يبقى أكبر أو أصغر، يبقى أنا كده one tail test، أو لا يساوي يبقى ده two tail. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ بعد ما حطيت الفروض بتاعتنا، قالك هتحسب statistic معين، compute الاستاتستيك دي خاصة بالتيست بتاعك، تيست استاتستيك اللي هي ايه؟ يا زد يا تي، زي ما كنا بنعمل في الكونفيدنس انتر. فكان يقول لك كده التيست استاتستيك معتمد على ايه؟ زي ما كنا بنعمل في الكونفيدنس ليفل كونفيدنس انترفال، ثلاث تفريعات على حسب سيجما نون. نفس القصة هنا، ولا سيجما انون، هتحسب مقدار كده
تمام، اللي هو الزد بتاعتك او التي على حسب. قلنا لو سيجما نون احنا شغالين زد، دي التست ستاتستيك اللي احنا بنسأل عليه. الزد دي عبارة عن ايه؟ هنجيب المعلومات من السامبل بتاعتنا اللي هي الاكس بار متوسط السامبل ناقص الميو نوت اللي احنا الفرض اللي احنا هنشتغل عليه، باعتبار بقى ان احنا اشتغلنا على النال هايبوثيس ان الميو تساوي ميو نوت على سيجما على جذر ان تحت. لكن لو سيجما النون قلنا حاجة من اتنين، بتروح تشوف الان بتاعتك اكبر من 30 يبقى انت زد برضو، بس بنبدل السيجما باس في القانون. لكن لو ان اقل من 30 يبقى بقى داتي، بس نفس القانون اكس بار ناقص ميو نوت على اس على جذر. يبقى انت دلوقتي تاني خطوه هتحسب مقدار اللي هو بنسميه ايه، اللي هو الاحصائيه اللي هنعمل بيها الاختبار تيست ستاتستيك، عباره عن زد او تي على حسب قلنا زي ما عملنا في الكونفيدنس انترفال سيجما نون ولا سيجما انون. يبقى انت عندك كام حاله؟ ثلاث حالات اهو. طيب الخطوة الأخيرة هتقارن الزد أو التي اللي أنت جبتها في الخطوة رقم اتنين بحاجة لها علاقة بالألفا أو السيجنيفيكانس ليفل اللي هتتعامل معاه. فيبقى الخطوة رقم تلاتة آخر خطوة هيديك significance level. إيه ده غير المسألة بتاعت الconfidence interval، هناك بيديك واحد ناقص ألفا، لا هنا هيديك الألفا على طول. والله تلاقي 5 من 100، 4 من 100 وهكذا. تمام، طبعا كل ما تقل كل ما يكون الأكيورسي أفضل. السيجنيفيكانس ليفل دي لما يديها هتروح تحسب ايه على حسب انت وان تيل تيست، قلنا في حالة لو اكبر او اصغر، لو في الاختبار اكبر او اصغر، لكن ولا تو تيل تيست. لو وان تيل تيست يبقى انت مباشر بتعمل ايه؟ المنطقة اللي مش مرغوب فيها هي الديل ده. ده اكبر لو اكبر او اصغر. المنطقة اللي مش مرغوب فيها دي هي الالفا مباشر. يبقى انت بتسأل على مين؟ على القيمة اللي هنا ده. اللي هي اسمها ايه؟ زد الفا. خد بالك من حاجة، ما بنستخدمش دي ليه؟ لان التست بتاعنا الاستاتستيك التست الاستاتستيك اللي حسبناه موجب، فخلاص احنا هو المفروض في حالة الاصغر يبقى بالسالب، القيمة اللي بتجيبها بحط لها صفر. فعشان انتوا ما تتلخبطوش هنوحدها في الوان تيل تيست، هترسم الرسمة دي على طول سواء انا اكبر او اصغر. سيبكم من اللي انا عامله عليها الايه الغلط دي خالص، واحسب ايه مديك قيمه الالفا، هتحسب زد الفا. ايه ده الديل الفا، يبقى انا نص ناقص الديل يديني مساحه ادخل الجدول اجيبها، اجيب زد عندها. طيب في التو تيل تيست قال لك لا، يبقى الالفا دي هتتقسم على اتنين، الفا على اتنين هنا وهنا، يبقى مين زد اللي هنحسبها؟ هنحسب زد الفا على الاثنين. يبقى احنا في حالة التو تيل تيست اللي هو في حالة ان احنا بنختبر انه لا يساوي وخلاص، يبقى احنا هنقسم الالفا بتاعتنا لجزئين، ديلين الفا على الاثنين يمين وشمال. يبقى لما تيجي تحسب دلوقتي هتحسب زد الفا على الاثنين. طيب
ليكن كانت السيجما انون وان اقل من 30، يبقى احنا دلوقتي قلنا ان احنا بنروح لتي. ايه اللي يتغير؟ الرسمه هي هي، بس هنا تي الفا وبيبقى معاها ان ناقص واحد. هنا الفا على 2 لو انا تو تيل تيست وان ناقص واحد، عشان لو احنا بندخل الجدول بندخل الجدول لازم بقيمتين. في حالة الزد خد بالك وانت بتدخل الجدول زي ما اتفقنا بدخل بالمساحة على طول اللي هي منسوبة للزيرو اللي هي عليها الصح ده هنا. لكن في حالة التي بدخل على طول باللي في ناحية الديل أو المظلل اللي هو الألفا على 2. تمام؟ طيب بعد ما نحسب الرسمة اللي قدامك فوق دي، المظلل ده منطقة زي ما اتفقنا غير مرغوب فيها، يبقى دي هنسميها منطقة الرفض، الريجكشن ريجن. أرفض إيه؟ أرفض النل هايبوسيز أو الاختبار اللي أنا اشتغلت على أساس إنه صح اللي هو الميو تساوي ميو نوت. يبقى تاني المظلل ده اسمه ريجكشن ريجن، لكن الغير مظلل اللي بالأبيض كله بسميه الأكسبتنس ريجن، منطقة القبول. ببساطة خالص الخطوة رقم 2 في التست اوف هايبوسيز كنا بنحسب التست ستاتستيك يا زد يا تي، هتيجي توقعها على الرسم. مثلا لو هنا حسبت زد الفا ولقيت قيمة الزد اللي كنا حاسبينها في المنطقة دي، يبقى معناها انها فين؟ الزد بتاعتك في الاكسبتنس ريجن. يبقى احنا اكسبت الفرض اللي كنا اشتغلنا عليه، يبقى احنا اكسبت الاتش نوت. طالما انت اكسبت اتش نوت اللي هو ميو تساوي ميو نوت، يبقى اوتوماتيك اكيد هترفض مين؟ ريجكت الفرض التاني، ريجكت اتش واحد. يبقى احنا دلوقتي عندنا ثلاث خطوات. اول خطوه بحط الفروض بتاعتي على حسب المساله، عايز يختبر اكبر او اصغر او لا يساوي، يعني انا 1 تيل تيست ولا 2 تيل تيست. تاني حاجه بحسب قيمه اسمها زد او تي على حسب هو مديني سيجما بتاعه البوبوليشن ولا لا، وعلى حسب السايز بتاع السامبل. بعد كده بروح احسب على حسب السيجنيفيكانس ليفل اللي بيديها اللي هي الالفا. والله على حسب انا 1 تيل تيست يبقى بحسب زد الفا، لو انا 2 تيل تيست يبقى انا زد الفا على 2 لان احنا بنقسم يمين وشمال. ترسم الرسمه بتاعتك فيها المظلل ده منطقه غير مرغوب فيها ريجكشن ليجن. بعد ما احط الرسمه وتمام وخلاص دي حدودها هتبقى عندي اللي هي الزدات ده ايه، تروح تجيب من الخطوه رقم 2 قيمه الاستاتستيك اللي حسبتها اللي هي الزد مثلا لو احنا شغالين على زد، وتشوفها في انهي منطقه. لو في المظلل يبقى انا هعمل ريجكت للاتش نوت لان المنطقه دي منطقه رفض. لو في الابيض او المنطقه بتاعه الاكسبتنس يبقى احنا بنعمل اكسبت للايه، للاتش نوت. طالما طبعا اكسبت فرض يبقى اكيد بترفض الفرض الثاني مباشر اوتوماتيك. طيب تعالوا ناخد المثال وهتفهموا من المثال اكتر، هناخد مثالين وتمام كده خلاص ايه ننهي المحاضره. مثال على كل حاجه طبعا برضو مش لازم تيجي المسألة تيبيكال زي اللي خدناها، بس المسألة بتبقى رايحة على اختبارات الفروض باينة خالص من صيغة المسألة. أنا حتى هكتب المسألة معاكم عشان الناس إيه تبقى متابعة. بيقول لي إيه؟ بيقول لي إحنا المفروض في مصنع، والمصنع ده بينتج مثلا أحبال يعني أو أي منتج يعني. بيقول لي بيقيس للمنتج ده البريكنج سترينس، تمام، قوة بقى الشد أو قوة المهم يعني. بيقول لي إيه البريكنج سترينس؟ قوة الشد أو قوة القطع بتاعت البريكنج سترينس بتاع الروبس بتاع الحبال اللي بينتجها المصنع ده. المسألة بتبقى عبارة عن حكاية وسطور كتير، والحل بتاعها عبارة عن سطرين أو 3 سطور مش أكتر.
لو إيه؟ لو مين؟ 1800 نيوتن. يبقى إحنا كلامنا على المصنع بوجه عام، يبقى إحنا كلامنا على البوبوليشن. يبقى خد بالك إن المين ده تبقى مركز جدا في ترتيب الكلام. يبقى المين تقريبا البدائي ده ب 1800. ليه كتبت ميو نوت؟ تعالوا نكمل كده. بيقول لي ايه؟ and standard deviation of meat newton. برضو كلامنا كله لسه على المصنع بوجه عام. يبقى الستاندرد ديفيجن المدهولي ده بتاع البوبيوليشن اللي هو سيجما بمية. طيب باي نيو تكنيك، القصة تكملتها. بيقول لي ايه؟ هنستخدم طريقة جديدة باي نيو تكنيك في التصنيع، ان مانيفاكتشرينج بروسيس. في التصنيع ده والله نفترض تلاقي الكلمة دي موجودة دايما في مسألة التست اوف هايبوسيز، از ات از كليمد. والله افترضوا يعني ان البريكنج سترينس اللي بتتكلم عليه المسألة كان، وخد بالك من كل كلمة، كان بي انكريزد، هتزيد. حط تحتها كم خط دلوقتي. تو تيست ذا كليم، عشان تختبر الفرض اللي هو ايه؟ ان البريكنج سترينس هيحصل له ايه؟ هيزيد. هناخد سامبل، اسامبل عشان نختبر بقى الفرض ده صح ولا غلط. اسامبل تيكن اوف كم حبل؟ 50 روب. طيب يبقى احنا هنعمل الاختبار على 50 روب، تمام؟ السامبل بتاعتنا فيها 50، يبقى ان 50، تمام. تعالوا نكمل. اند فاوند، بعد ما اختبرنا بقى السامبل دي لقينا ايه؟ ان المين بتاع البريكنج سترينس بتاعهم، بتاع الحبال بتاعت العينة دي، از 1850. يبقى وانت مغمض هو بيتكلم على السامبل، يبقى الكلام كله اللي جاي عن السامبل. بيقول لي هي فيها كام حبل؟ 50، والمين بتاعها بايه؟ ب 1850. قلنا المين بتاع السامبل بنحجز له رمز اكس بار. عشان كده اول ما خدنا المحاضره بتاعت النهارده راجعنا الرموز. طيب بيقول لي ايه؟ خلاص المتوسط بتاعها كده. بيقول لي ايه؟ هنختبر الفرض ده ات 1/100 ليفل اوف سيجنيفيكانس. ده لو مش مديلي ليفل اوف سيجنيفيكانس يبقى في غلطه في المساله، ما ينفعش اكملها. ليفل اوف سيجنيفيكانس قلنا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الار، اديهولي بواحد من 100. اول حاجه في مساله، هو دلوقتي بيقول لي ان المين بتاع البوبوليشن كان 1800، وعايزين نشوف لو استخدمنا طريقه جديده هل هيزيد عن 1800 ولا لا. وديني معلومات، المعلومات دي جبناها من صيغة الكلام وطلعناها اهي. قلنا عشان نعمل الهايبوسيس تيست قلنا في ثلاث خطوات. اول خطوة هنحط الفرض العدم او النال هايبوسيس اتش نوت والاتش واحد الفرض البديل. الفرض العدم او الفرض البديهي يعني ان ميو تساوي ميو نوت. بكم ميو نوت؟ ان الميو بتاعتي تساوي ال 1800. اللي هو المين الأساسي اللي المصنع شغال عليه. طيب الفرض البديل قلنا بناء على صيغة المسألة، هو بيقول لي إحنا عايزين نختبر إنه هيزيد عن القديم،
يبقى ميو أكبر من 1800. يبقى ده one tail ولا two tail test؟ one tail test. قلنا في الأكبر والأصغر يبقى احنا في one tail test، الاختبار اللي بديل واحد بس، يا أكبر يا أصغر. طيب بعد ما نحط الفروض قلنا تاني حاجة بجيب التست statistic. يا زد يا تي على حسب اللي مدهولي في المسألة. مديك ايه؟ مديك السيجما، سيجما نون. يبقى احنا شغالين ايه واحنا مغمضين بغض النظر عن الان؟ ما حدش يبص للان ساعتها بقى. سيجما نون اوتوماتيك، يبقى انت بتحسب الزد. يبقى انت الحالة الأولى اللي هو زد تساوي اكس بار ناقص ميو نوت على سيجما على جذر ان. احفظ قانونك كويس. اكس بار متوسط العينه قال لي 1850، ميو نوت البديهي كان 1800، سيجما بتاعتك مديها لك ب 100 على جذر ان بكام؟ السايز بتاع السامبل قايل لي بناخد 50 حبل. تتكتك على الآلة الحاسبة تطلع قيمة 3.55. كل حاجة تحتها خط مهمة. طيب بعد كده قلنا بنعمل ايه؟ بنكون الرسمة بتاعتنا اللي فيها ريجكشن واكسبتنس ريجو. احنا ايه؟ وان تيل تيست صح؟ لازم ابقى مركز. يبقى أنا هرسم رسمتي فيها ديل واحد بس، أكبر أو أصغر بترسم نفس الرسم عشان ما تتلخبطوش زي ما اتفقنا. رسمتي ما دام ديل واحد يبقى الألفا ما بتتقسمش، يبقى الألفا كلها على بعضها، ده الريجكشن ريجن زي ما اتفقنا. وده الأكسبتنس، كل اللي بالأبيض ده الأكسبتنس ريجن. تمام. طيب ايه القيمه اللي هتتحسب هنا؟ احنا اتفقنا ان احنا شغالين على الزد. طيب هي الفا بكام؟ مديني الفا عباره عن 5 من 100، ومديها كام؟ لا سوري، مديها 1 من 100. هي الليفل اوف سيجنيفيكانس 1 من 100. طيب يبقى ده واحد، يبقى دي قد ايه المساحه بتاعه الحته المظلله دي؟ 1 من 100 اللي غير مرغوب فيها، وقلنا كل ما تقل يكون افضل. طب يبقى انا عايز احسب الزد عند، هل عند الواحد من 100؟ قلنا لا، لازم ننسب المساحه لايه؟ للزيرو. يبقى 1 من 100 دي، ده كله زي ما اتفقنا بنص. يبقى الحته ده هي اللي بالابيض ده هي نص ناقص 1 من 100 يديني 0.49 من 100. يبقى أنا لما أجي أدخل الجدول، هتدخل الجدول بتاع الزد إزاي؟ أهو أنا هندخل بإيه؟ أنا هديكوا طبعا الجداول في الامتحان. هندخل بإيه؟ بصوا هتلاقوا حتى المظلل اللي بالموف في الرسمة فوق المظلل منسوب للزيرو، يبقى انت وانت بتجيب قيمة الزد في الجدول لازم مساحتك للزيرو. فاحنا مدينا الألفا دي الديل، هل يهمنا الديل؟ لا، احنا يهمنا اللي بالموف هنا أو اللي ملون عندك بالأزرق هنا، إنه يبقى نص ناقص الإيه؟ الألفا اللي هو 0.49. هتروح تدور في الجدول على 0.49، تيجي بقى في الصف 0.49 ده، هتيجي في الصف بتاع 2.3 من 10، 2.3 من 10 ده الصف بتاعي اللي بالأصفر. هتلاقي 0.49 مش موجودة مباشر، هتلاقي موجود الأصغر منها والأكبر منها، يبقى في عمودين مختلفين، الأصغر اللي هي 0.4898 والأكبر 0.4901. طب هناخد أنه قيمة؟
عند 2.32 ولا 2.33؟ ما احنا بنكون الزد عبارة عن صف مع عمود. قالك تلاقي ايه قيمة الصف ما بتتغيرش 2.3، بس الأعمدة عندك هتاخد اللي عند 2% ولا 3%، هناخد اللي ما بينه، يبقى انت هتاخد المتوسط. يبقى تاني دلوقتي الألفا، يبقى احنا هندخل بالمساحة نص ناقص، طلعت 0.49، ما لقيتش، لقيت عند 0.48 98 و 0.4901. هنا القيمة بتاعت الزد بتاعتك طلعت 2.3، ودي 2.3، تلاقي الصف ما بتغيرش، العمود هنا 2% وهنا 3%. يبقى زد اللي بتدور عليه بكام؟ تاخد المتوسط القيمتين دول تجمعهم واقسمهم على 2، تلاقي عندك دي تطلع 2.325. يبقى القيمة اللي احنا جبناها هنا 2.325. رسمتك بقى على نفس الرسم، نرسمها بس بنضافة. زد اللي جبناها اللي هي ايه 2.325، هنا ده الريجكشن ريجن، ده كل اللي بالابيض الاكسبتنس ريجن، دي الخطوه رقم 3. طيب الخطوه بقى الاخيره هتروح تعمل ايه؟ الخطوه الاخيره يقول لك كده، هنقارن التست ستاتستيك زد على الرسم. فين الرسم؟ اهو زد اللي حسبناها كانت بكام؟ الزد اللي حسبتها بالمناسبه في الخطوه رقم 2 كانت ب 3.55. روح حط القيمه دي على الرسم، فين هي 3.55؟ هتلاقيها هنا. فين مكانها؟ الزد بتاعتي في الريجكشن ريجن، طالما في منطقة الرفض يبقى احنا على طول هنعمل ريجكت للإتش نوت اللي اشتغلنا على أساس انه صح، يبقى انا هعمل ريجكت للإتش نوت. يبقى هنا هنعمل، يبقى طالما عملت ريجكت للإتش نوت يبقى انا اكسبت الفرض الثاني اللي هو الإتش واحد، اللي هو عبارة عن ايه؟ ميو اكبر من ميو نوت. يبقى فعلا لما هنستخدم التكنيك الجديد ايه اللي هيحصل؟ الميو بتاعتي فعلا هتزيد. يبقى احنا فعلا تمام، خلاص نمشي على التكنيك ده. يبقى انا بعمل ايه؟ احنا كنا قلنا الاحصاء بنعمل فيها شغل وبنحسب فيها شويه حاجات عشان اوصل في الاخر لديسيجن، قرار، زي ما عملنا هنا في الايه، في الهايبوسيس تيست. بناء على شغلي وصلت ان انا بعمل اكسبت للفرض الجديد او للتكنيك الجديد اللي انا ايه هستخدمه. طيب هعيد نفس المساله في مسألة تانية جديد، عشان إيه؟ التكرار يعلم الشطار. إكزامبل 2، بيقول لي جه في مصنع بينتج لمبات فلوريسنت، جاي يشوف الايه متوسط اللايف تايم بتاع اللمبات دي بتعيش قد ايه.
تعالوا بقى نشوف الصيغة بتاعت الكتابة واتغيرت ازاي عن المسألة اللي فات. برضو بنفس الطريقة بطلع من المسألة المطلوب بالترتيب كتابة المسألة. يقول لي ايه؟ زمين بدأ كده المسألة. زمين لايف تايم اوف سامبل اوف ميت فلوريسنت لايت بلبس تمام بروديوسد بواسطة شركة أو مصنع is computed. لا المتوسط بتاع ايه؟ متوسط السامبل ده بكام؟ متوسط اللايف تايم بتاع السامبل اللي فيها كام لمبة؟ 100. لا متوسط اللايف تايم ده بكام؟ 1570 hours with a standard deviation of 120 hours. اكتبها على بعضها ونطلع كل حاجة في الآخر. بيقول لي ايه؟ if المين لايف تايم، وتاخد بالك من الكلام كويس، لايف تايم اوف، مش لازم ابقى جاهز في الانجليزي خالص عشان اطلع المعلومات من المسألة، اوف اول ذا بلبس. طالما اتكلم على دلوقتي المين بتاع الاول بلبس، يبقى الكلام اللي جاي على ايه؟ قطع الكلام بقى عن السامبل وابتدى يتكلم عن الكل اللي هو البوبيوليشن. بتفهم ضمني من صيغه المساله؟ قطعنا خلاص كلام عن السامبل، ابتدى يتكلم على حد تاني اللي هو مين؟ الاول، يبقى على البوبيوليشن. احنا ما عندناش غير يا بوبيوليشن يا سامبل. بيقول لي ايه؟ المين لايف تايم اوف اول ذا بلبس اللي هي هتنتج بواسطه المصنع تمام تقريبا اللي هو الالف وايه، شاف انها تقريبا بالف وستمائة اورس. يبقى هي كانت ايه البدائية او المين لايف بتاعنا، المين بتاع البوبيوليشن بتاعنا في البداية بالف وستمائة. بيقول لي ايه؟ تست الهايبوسيز ان الميو تساوي البدائي اللي هو الالف وستمية اجينست، هو بيقول لي دايركت اهو يعني ولا لف ولا اجينست الالترناتيف وان اللي هو ايه، هتختبر الميو تساوي الف وستمية اجينست اللي هو الفرض البديل اللي هو ان الميو different from، يعني يعني لا يساوي، ما قالش اكبر او اصغر. دلوقتي اختبر الفرض اللي فوق ضد الفرض اللي هو البديل اللي هو الاتش واحد هنسميه بقى دلوقتي، ان الميو لا تساوي بقى الالف وايه، يبقى الكلمة دي معناها يختلف، يبقى يا اكبر يا اصغر، يعني لا يساوي من الاخر. يبقى الجزء اللي بيتكلم فيه ده بيتكلم على الفروض بتاعتك. طبعا لازم يقول لي level of significance معين هتتعامل معاه. بيقول لي using the level of significance اللي هو الفا بخمسة من مية. طيب أول حاجة نغربل المسألة. أول حاجة بيتكلم على سامبل هناخدها فيها 100 لمبة، يبقى إن سمول بمية. أمسك المسألة أطلع كل اللي مديها لي اللي مديني فيها. طيب produced by company، السامبل دي كل الكلام على السامبل اللي جاي. لما يبقى يقطع الكلام بقى نبقى إيه، خلاص كده يبقى باي. وبيقول لي إن المتوسط بتاع السامبل ده كام؟ 1570. متوسط السامبل كنا بنديله رمز اكس بار. والستاندرد ديفيشن بتاعي ب 120.
الستاندرد ديفيجن بتاعي 120 بتاع السامبل اللي هو بنسميه اس. طيب نحط بقى ايه ومديك الفا بتاعك اللي هو اللي هنشتغل عليه 5 من 100. اول خطوه بحط الهايبوثيز بتاعتي النال هايبوثيز كنا بنسميه اتش نوت. ايه الفرض العدم؟ كنا دايما نقول ميو تساوي 1600 وهو قايل حتى في صيغه المساله اهو. طيب الفرض البديل ان الاتش واحد ميو تختلف يبقى لا يساوي وخلصنا. حطينا يبقى ده اول خطوه في اختبارات الفروض. تاني خطوه قلنا بنحسب، بس احنا طلعنا كل حاجه من المساله. هنعمل زي ما عملنا المساله اللي فاتت، بنعمل ايه؟ بنحسب التست ستاتستيك. دي تاني خطوه. زد ولا تي؟ ركز كويس. سيجما هنا هل نون؟ لا، سيجما النون. ما ادانيش الستاندرد ديفيجن بتاع البوبيوليشن. لكن قايل لي ان الاس بتاعتك مديها لك ب 120 والان بتاعتك بكام؟ ب 100، اكبر من 30. اول ما ابص الاقي الان اكبر من 30 يبقى انا بحسب زد برضه. لكن لو ان اقل من 30 قلنا بنروح للتوزيع الثاني اللي هو التي. المهم زد بتاعي عباره عن اكس بار ناقص ميو نوت على هنا سيجما على جذر ان، لا اس على جذر ان بقى طالما السيجما ان. الاكس بار بتاعتي 1570 متوسط السامبل، ميو نوت بتاعي اللي هو اللي هو ده هو البدائي زي ما اتفقنا اللي هو ال 1600 اللي مبني عليه الفروض، وإس اللي هو الستاندرد ديفيجن بتاع السامبل 120 على جذر إن تحت اللي هي 100. هنروح متكتكين على الآلة الحاسبة، هتروح مطلع قيمة الزد بتاعتك. يبقى أنت كده خلصت الخطوة رقم 2. الخطوة رقم 3 هنحسب إيه؟ لازم نشوف الأول إحنا 1 تيل تيست ولا 2 تيل تيست؟ طالما لا يساوي يبقى ده 2 تيل تيست. طالما احنا تو تيل تيست الخطوه رقم 3 مبنيه على نوع الفرض، نوع سوري التيست تو تيل تيست، يبقى احنا دلوقتي هنرسم الرسمه بتاعتها. فيها كام ديل؟ فيها ديلين مظللين. المظللين دول بالنسبه لي ايه؟ ريجكشن. لكن في الابيض ده اكسبتنس ريش. حلو كده. طيب الحدود بتاعتي ايه؟ احنا شغالين زد في التست، عمرها ما هتتبدل انها تبقى تي مثلا، ما هي زد برضو. بس قيمه الالفا بتاعتك بكام هنا؟ بخمسه من 100. لا يبقى هنا هتتقسم على 2، يبقى دي اسمها الفا على 2 ودي الفا على 2 لان احنا تو تيل تيست، يبقى الفا على 2 ب 25 من 1000. يبقى دي 25 من 1000 يمين وشمال. هل احنا هندخل الجدول بتاع زد بالديل؟ قلنا لا، لازم ندخل بالايه؟ بالقيمه المنسوبه للزيرو. طيب ما احنا قلنا ده كله نص، بنعيدها تاني اكتر من مره. يبقى الحته دي بوينت ها 4 نص ناقص ال 25 من 1000
ايا كان يعني، المهم ان الحته دي نص ناقص الايه ال 25 من 1000 تمام، اللي هي تديني تقريبا 0.475 اعتقد. المهم هيطلع لي هنا قيمة الايه او 0.4975. بعد كده بقى احنا عايزين قيمة اللي هي الزد الفا على 2 للديل هنا الفا على 2 يمين وشمال، فانت هتروح تدخل المساحة زي ما اتفقنا نص ناقص، لكن التي بندخل على طول، خد بالك من دي لان دي اللي بتلخبط الناس، فانت هتيجي في جدول الزد وتطلع القيمة 0.4975 0.4975 هتلاقيها في الصف بتاع 2.8 2.8 وأنه عمود الواحد من 100 يبقى دي 2.81 يبقى دي 2.81 طيب بعد كده ببساطة خالص انت جبت قيمة طلعت سالب 2.5 صح؟ هتاخد القيمة دي توقعها على الرسم، سالب 2.5 هتلاقيها هنا اللي هي الزد بتاعتك في الـ acceptance ولا في الـ rejection؟ لا في الـ acceptance. يبقى كده هنعمل ايه؟ accept الـ H note و reject الـ H واحد، يبقى فعلا الميو تساوي الميو القديمة اللي هي 1600، يبقى مش هتتغير ولا حاجة. تمام، يبقى احنا هنكتب اخر خطوة خالص اللي هي الجزء بتاع القرار، يبقى ادي رقم 4 بما ان الزد بتاعتك سالب 2.5 طلعت in acceptance region، يبقى احنا accept h note and reject ال h1. تمام، طيب في مثال بقى المفروض الناس هتحله. المثال معتمد على ايه؟ اخر مثال اكيد على الحالة التالتة، يعني احنا قلنا ثلاث حالات. بيقول لي برضو في شركة هتصنع ترانزستورز مثلا، والترانزستورز دي will last an average of 100 hours. هو بيتكلم على ترانزستورز بوجه عام، تمام؟ فبيقول لك تقريبا ان هي عمرها بينتهي بعد ايه؟ بعد 1000 ساعة، بعد متوسط 1000 ساعة. يبقى هو طالما بيتكلم على ترانزستورز بوجه عام يبقى مديك الميو بتاعة البوبيش بكام؟ ب 1000 ساعة. خد بالك في التست اوف هايبوسيز يبقى الميو اللي بيديها او بتاعه الافريج بتاع البوبوليشن ده الافريج البدائي الميو نوت في التست اوف هايبوسيز، عشان الناس تاخد بالها. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ احنا عايزين نعمل تيست لفرض. ايه هو الفرض؟ ان الافريج هيتغير عن 1000 ساعة دي. يبقى احنا الـ H نوت بتاعتك ميو تساوي ميو نوت، لكن الفرض البديل ميو لا تساوي الميو نوت. هي ميو نوت بكام؟ ب 1000. طالما لا يساوي يبقى ده 1 تيل ولا 2 تيل؟ لا ده 2 تيل تيست. يبقى الالفا اللي هيبقى مديها لك هنقسمها الفا على 2 يمين وشمال عشان نجيب الريجكشن ريشن. طيب
بناء على ايه؟ هنعمل التست ده بناء على سامبل. السامبل دي فيها ايه؟ فيها مين؟ فيها 25 ترانزستور، يبقى الـ N small ب 25، والمين بتاعها او المتوسط بتاع السامبل بتاعي اللي هناخد فيه 25 ترانزستورز دول ب 1010. وستاندرد ديفيجن كام؟ قايل لي الستاندرد ديفيجن بتاع السامبل اللي بنسميه اس ب 60 اورز. طيب احنا هنعمل التست ده على ايه؟ قال لي ليفل اوف سيجنيفيكانس 5%، مش هنحتاجه في رقم 2. الرقم 2 قال لك بتحسب التست ستاتستيك. هو هنا السيجما انون، يبقى احنا هنستخدم الاس بدل السيجما. خد بالك ما دام السيجما انون لازم تروح تبص لمين؟ للان. هتلاقي الان اقل من 30، يبقى انت هتروح لتوزيع. لو كانت ان اكبر من 30 كنا زد زي ما احنا، لكن ان اقل من 30 يبقى انت هتروح للتي. هتحسبها ازاي؟ زي ما بتحسب الزد عادي، اكس بار ناقص ميو نوت على اس على جذر ان هنا عشان ما فيش سيجما. متوسط السامبل 1010، الميو البدائيه بتاعه المصنع، الافريج بتاع الترانزستورز ككل بتاعه المصنع يعني 1000. اس بتاعتك 60 على الان بتاعتك اللي هنحطها تحت الجذر 25. تتكتك بقى على الاله الحاسبه بالكلام الجميل ده، تلاقي طلع المتوسط او التست ستاتستيك اللي هتحسبها اللي هي التي ب 0.833. حطها في برواز. خد بالك كمان مين اللي هنحطه في برواز؟ نوع التست تو تيل. بعد ده هيفيدني في ايه نوع التست؟ الخطوه اللي جايه دي هترسم رسمتك عادي، بس فيها كام ديل؟ ديلين. يعني الالفا بتاعتنا تتقسم على 2 يمين وشمال. حته الالفا بتتحط في حته الريجكشن، تمام، اللي هي المظلله زي ما بنعمل كل مره. هنحسب هنا بس دي اسمها تي. الديل مين؟ الفا على 2. بنحط ايه مع التي؟ مش الفا على 2 بس، قلنا بندخل الجدول بان ناقص 1. طيب نجيب التي ونحطها بقى يمين وشمال، مره موجب ومره سالب. طيب تي الفا على 2 بكام؟ الالفا مديهالي، هو بيقول لي احنا هنعمل التست ده على ليفل اوف سيجنيفيكانس 5%، يبقى دي 25 من 1000. الان ب 25 يبقى هندخل الجدول ب 24. طيب ندخل الجدول على طول، هل هنقول نص ناقص؟ اوعى تعمل الكلام ده، التي بيتنسب للديل. حتى تلاقي زي ما اتفقنا خدنا الجدول اهو، تلاقي المظله للديل بتاعي مش الـ اهو. اهو لو بصوا القيمه بتبقى منسوبه للديل، حتى المظله اللي عندك في الرسم ده الديل، ده الجدول اللي هيجي لكم في الامتحان. هو بيقول لي ايه؟ تي عند 25 من 1000 و24 بتاع 25 من 1000، يبقى انا همشي للعمود بتاع 25 من 1000. اقف عند انه صف عند ان ناقص 1 ب 24 بتاعتنا في المساله، يبقى تقاطع الصف بتاع 24 مع العمود 25 من 1000 اداني 2.0639. 2.0639 يبقى التي 2.0639. طبعا في زيها شمال بس بالايه؟ بتجيب نفس القيمه وتحطها بالسين. طيب عملت رسمتك اللي فيها الريجكشن والاكسبتنس والكلام ده والحدود، ما دام عملت الرسمه يبقى الحدود بتاعتك معروفه اللي هي تي الفا على 2 وان ناقص 1. تعمل ايه بقى؟ الخطوه رقم 2 تيجي تحطها على الرسم، قيمه التي طلعت لك كام؟ 0.833.
فين هنا على الرسم؟ اهي. ايه وضعها؟ التي بتاعتك في الاكسبتنس ريجن. يبقى طالما في الاكسبتنس ريجن يبقى احنا هنعمل اكسبت للايه؟ للاتش نوت، وريجكت لمين؟ للاتش واحد.